السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر. صورت هذا الفيديو خصيصا للنباتات اللي نحب نحطها عندنا داخل المنزل، فإحنا وضعناها داخل المنزل معناته هي بتكون ديكور أو منظر جمالي لنا داخل المنزل، فيجب الحفاظ على نظافتها وعلى لمعانها وعلى رونقها الجميل. عندنا هذه واحدة ما شاء الله تبارك الله، وتشوفوها لما أنا هي للأسف بتيجي زي ما انتم شايفين في الشحن مقطعة متبهدلة غير منسقة، ولكن احنا الحمد لله زي ما انتم شايفين انا لمعتها الآن رشيتها بالماء، ولكن هنستخدم طريقة اوريكم كيف حتكون. شوفوا شكلها بتيجي، شوفوا الحوض كيف متسخ، الأوساخ اللي موجودة عليها، أوراقها كيف متسخة، شوفوا أوراقها كيف متسخة. فللأسف يعني أنا ما عملت هذا الفيديو أولا إلا غير لوجه الله سبحانه وتعالى عشان نستفيد كلنا، وبشوف ناس بيعرضوا علي نباتاتهم بياخدها من عندي أو أي مكان من المشتل وبيروح وبيتجه مباشرة على بيته وبيحط النبات حتى ما يفكر انه يتفحص، يرجع بعدين يشتكي يقول لك والله لقيت فيها حشرات، والله لقيت فيها دود، والله طبيعي، هذا امر طبيعي، هذول افات موجودين معانا في الحياه. كذاب اللي يقول لكم انه تقدر تتخلص منه، ولكن الوقايه خير من العلاج. لازم نعمل وقايه، نشوف كيف هذه النباتات معانا ننظفها ونلمعها. شوفوا عندي هذه النبتة، انتوا انا وريتكم، شوفوا الاوساخ تبعها، نظفتها، ازلت عنها الاوراق المتضررة، حتى الحوض هذا تبعها لمعته، ما قصرت معها. طيب هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. شوفوا حتى الاوراق المتضررة، يعني انا دائما لما تكون في اوراق بصراحة كده تكون متضررة اتخلص من ورقة او ورقتين، ما احاول اتخلص من الورق جميعه تبع النبات، اولا عشان نعطيها فرصه انها هي تشد حيلها، جايه من سفر ومن كراتين شحن، تاخذ فرصتها في الحياه وترجع تمتشي ثاني مره. كمان بعد اسبوعين ما عندنا مشكله نزيل ورقه ثانيه متضرره. طبعا عندنا هذا اللي هو انتم شايفينه، هذا اللي هو زيت النيم، زيت النيم اللي هو زيت طبيعي أورجانيك، ما في أي إضافات. وهذه عندنا اللي هي يسموها منشفة أو إحنا نقول لها خرقة، اللي هي تيجي الفايبر، تيجي سبحان الله ما تمسك الماء. وهذا عندنا نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف الزيت زي ما أنتم شايفينه بهذه الطريقة عليها. هنشوف الطريقة كده مع بعض ونبدأ بهذه الورقة. شوفوا كيف حبدأ ألمعها، معليش حنطيل الفيديو ولكن قلنا للفائدة، هنلمع الورقة بهذه الطريقة، هنلمعها بهذه الطريقة. هل اكتفينا كده؟ خلاص قلنا خلاص هو كده الاكتفاء؟ لا طبعا، حتى من الخلف أقل حاجة تمسحها بهذه الطريقة، امسحها بهذه الطريقة حتى من الخلف. طيب اكتفينا؟ لا ما اكتفينا، نيجي نقرب كده نشوف. شوفوا الساق متسخ، حتى الساق نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ونلمعه مع بعض. شايفين كيف اتلمع؟ طبعا هي الافات، الافات اللي بتجي او اللي بيسموها الحشرات الماصة للنبات سبحان الله بتيجي هنا. بتمتص عصارة النبات أو بتيجي عندنا هنا في بداية الورق، أو بتيجي عندنا للأسف في الداخل هنا، في داخل هذا الموضوع هنا تبدأ تتجمع. فإحنا عندنا زيت النيم، قلنا زيت طبيعي كده أولاً
كسب عندنا لمعان زي ما احنا شايفين الورقة اهي، شوفوها كيف صارت تلمع، شوفوا الفرق بينها وبين اللي ما تلمعت. طيب هنعيد الكرة كده مع بعض تاني مرة على الورقة هذه الجميلة الكبيرة. شايفين نحاول انه ننظفها جيد، ننظفها من الخلف قلنا بهذه الطريقة، ننظف ساقها، هذا الساق نحاول نتفحص دائما يا جماعة الداخل، لانه بيصير تعفن معانا للأسف في الداخل هنا، شايفين التعفن بسبب الشحن، هم بيعطوها ماء وفي الشحن بتطول فيبدأ التعفن هذا يصير معنا. طبعا نحاول نزيل هذه الحاجات الغير مرغوب فيها، نحاول حتى شوفوا الحوض يقول بسم الله الرحمن الرحيم وننظفه بهذا الطريق، شوفوا كيف صار يعني شكله جيد داخل البيت. نحاول حتى دي هذه يمسحها السيقان. أنا ما بدي أطيل عليكم الفيديو، ولكن حبيتكم انكم تشوفوا النبات كيف نلمعه وننسقه ونتخلص من الحاجات اللي حواليه عشان يصير لامع، واضح؟ طيب بعد ما انتهينا من الموضوع هذا كله، انا حبيت اجيب لكم، انا عندي بخاخ او رشاش ماء اللي هو يسموه بروفيشنال يعني حق البروفيشنال، ولكن انا جبت لكم عشان الاجمع يستفيد الا عنده اغلب عاد اهو، نرش الورقة بالماء بهذه الطريقة. اهي صارت ما شاء الله تبارك الله عندنا ورقة لامعة نظيفة جميلة. ان شاء الله يكون الجميع استفاد من هذا الفيديو، ولا تنسونا من دعمكم، أو أولاً نسينا نقول الدعاء ثم دعمكم، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، وحياكم الله.